الله. نعم أتوجه على طول على المعسكر على الكانتي، وعندنا إن شاء الله معسكر لمدة 16 يوم يتخللوا 3 مباريات ودية و... 3 مباريات 3 مباريات ودية، ونتمنى إن شاء الله. طبعا المعسكر فيه برنامج محدود، صبح وبعد ظهر، وفي أيام بتبقى فترة واحدة، وفي أيام 3 فترات في اليوم، هيبقى الصبح وفترة في الظهر أو بعد الظهر كده الساعة 1، وبعد كده فترة مسائية الساعة 6. نعم ده كل ده طبعا من أجل مباريتين بيحددوا مسيرة يعني موسم كامل، اللي هو مباراة المقاولين والزمالك. بنشتغل لهم بشكل مميز جدا، وبرضه لما هنرجع مصر إن شاء الله أكيد هيبقى في مباراة أو مباريتين تانيين، عشان نبقى عملنا 5 6 مباريات يقدروا يدخلونا إلى حد ما في فورمة المباريات يعني. أخبار المصابين إيه يا كابتن محمد؟ والله يعني بالنسبة لسعد ونيدفيد شغالين في البرنامج بتاعهم، و شريف وشغالين طبقا طبعا للبرنامج المحطوط من ألمانيا لما عملوا عمليات. سعد ما عملش عملية، سعد لجأ للعلاج الطبيعي بس شغال بشكل كويس. شريف الكرامي أيضا شغال على البرنامج بتاعه. نعم عندنا إصابات خفيفة كده اللي هي بتاعت فترة الإعداد، ده طبيعي إصابات يعني بنقول إجهادات أو حاجات بسيطة، لكن كلها حاجات يعني يوم يومين وبيتزلوا يعني. طيب كابتن محمد، يعني الناس كلها بتسأل عن رمضان صبحي، هل رمضان صبحي هيكمل في النادي الأهلي ولا مش هيكمل، ولا لسه الموضوع ما خلصش؟ لا التفاصيل دي مع كابتن عبد الحفيظ، أكيد عنده أبديت بتاع كابتن إسلام، هي حتة التفاوض بقى مع هذا الإسفلت الجانب الإنجليزي والمستجدات دي كلها هتلاقيها مع كابتن عبد الحفيظ يعني. تمام، اذا كل اللاعبين موجودين، كل اللاعبين كويسين، ما فيش اي مشكله، ان شاء الله كله الجمعه هيسافر الى اسبانيا لبدء معسكر الاعداد للموسم اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله احنا 32 31 لا 31 لاعب حاليا غير حراس المرمى. اكيد مستر لاسارتي طبعا يعني بكره عندنا مباراه وديه وبعدها ان شاء الله يحط الاسامي اللي هم هيشتركوا في المعسكر. خلي بالك المعسكر يعني مش ال 31 هيسافروا يعني؟ لا ما اعتقدش العدد كله هيسافر. اقول لك ليه، المعسكر هو طبعا اعداد لموسم جديد، وواخد لازم تحط في تركيزك وتحط في بالك مظبوط، برضه لازم يبقى فيه تركيز شويه. ما احناش بنعمل اعداد لموسم هخش العب افتح دوري، بعمل اعداد عشان هرجع العب مباراتين يحددوا الدوري اللي فات، يحددوا بطل دوري بالظبط. فدي لازم يبقى فيه تركيز شويه، مركز شويه على الشكل اللي هلعب بيه في مباراه المقاولين والزمالك، مين اللي هيخش معايا ويجهز ويلحق يخش فورمه، مين هقدر استفيد منه، حاجات كتيره. فهي مش هو معسكر يظهر لك ان هو عشان الموسم اللي جاي بالظبط، لكن ما تنساش ان هو مش داخل على موسم بتبتدي مباريات، لسه عندي موسم طويل هقدر اخش المباريات بالتدريج. لا انا مطلوب مني احسن مستوى ليا وقمه التركيز، سواء الناحيه الفنيه او البدنيه او النفسيه، باهل نفسي ان انا بلعب مباريتين ب6 نقاط هيحددوا لي بطوله الدوري. فبالتالي من الممكن ان يكون هناك استبعاد لبعض اللاعبين. طب مين اللي هيقعد مع اللاعبين دول يا كابتن؟ لا لسه الحاجات دي طبعا هيدرسها مستر لاسارتي مع الكابتن السيد. لكن العدد مش هيبقى كبير يعني، العدد اللي هيقعد مش هيبقى كبير، لكن في نفس الوقت اعتقد ان هيبقى فيه تركيز عشان نقدر نوصل بالهدف او نستفيد الاستفاده القصوى من المعسكر. عن اللاعبين المصاعدين. تمام، الكابتن اسامه بس عايز يسالك، عايزين نطمن يا كابتن يوسف عن الوجوه اللي انتم صعدتوها من قطاع الناشئين، هل في وجوه مبشره؟ يعني شفنا عربي بدر بيتمرن مع الفريق الاول، محمد عبد المنعم، صلاح. عندنا 7 لاعبين يا كابتن اسامه، عندنا عربي وعندنا صلاح، يوسف علاء، عندنا محمد عبد المنعم، وعندنا ميشو ميشو، موجود هشام، وموجود فادي، موجود مصطفى عزت، ويوسف علاء. فعندنا مجموعه كبيره جدا. مصطفى شوبير من بدري بقى، لاعبين بيتمرنوا معانا شغالين بشكل مميز جدا. يمكن بكره مباراه بكره بعضهم هياخد فرصه، ونقيم بقى الفتره الاسبوعين دول بعد المباراه بكره ان شاء الله. نقعد نقيم
تقييم فني ان شاء الله يعني. هو ان شاء الله. تمام، انا بشكرك جدا يا كابتن محمد، وان شاء الله ان شاء الله ترجعوا بالسلامه ونطمن عليكم دايما، وبكره المباراه الوديه تكون اولى المباريات كده، كل اللعيبه ان شاء الله تخرج بالسلامه. شكرا جزيلا يا كابتن محمد. بشكركم جدا، بشكركم جدا، واتمنى لكم ان شاء الله خير. ودايما مشرف ومنور يا كابتن محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا للكابتن محمد يوسف مدرب عام النادي الاهلي.